أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان وعلى وادي النمل يقع
وقال
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فهم يوزعون
فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا علي
وقضى والدي وأن أعمل صالحا What?
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة ويعلم ما تخفون وما تعلنون
يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله لفت عليك ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويظلم ما كتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إلي كتاب كريم
قالت يا أيها الملأ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية كذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية تفرحون
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا قال هذا من
يبلوني أأشكر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها فتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما صدق الله.